في شأن آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وصرح السفير باستمرار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي ومساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفعالية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعرب عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.